أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى. لكن أن تجعل حياتك منهجها لا إله إلا الله، فنحن على مبدأ واضح ومنهج نسأل الله أن يوافق منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العلم والدعوة والجهاد في سبيل الله. العلم والدعوة والجهاد في سبيل الله لا نستحي. وقد قال أخي إن الله إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ليفرق الناس بين مؤمن ومن جحد الدعوة، أقول بين مسلم وكافر. لا حياء ولا خنوة ولا ركون، إسلام وكفر، هذه هي الحرب اليوم. ولكن يجب أن نتكلم حتى لا نكون من المخذلين. نحن لا نخشى في الله لومة لائم، بل الحرب علينا اليوم هي حرب على الإسلام، حرب ضروس بدأها العلمانيون، ونحن هناك من بدأها من بني جلدتنا. ولكن هذا لا يهمنا، فالإعلام الفاسد الذي يحاربنا هو سبب من أسباب ثباتنا. لما؟ لأن كلما حاربونا كما قال شيخنا الخطيب، الإسلام إذا حاربوه اشتد وإذا تركوه امتد، والله بالمرصاد لمن يصد. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اليوم أريد أن أسألكم وإياي أخي الفاضل وشيخي العزيز وحبيبي إلى قلبي الشيخ محمد خليل، تكلم عن الهدهد وفي القرآن سورة الفيل، وتكلم الله عن النملة وفي الحديث عن القسواء التي خلأت وبركت أما تذكرت حادثة الفيل، لماذا هذه الحيوانات؟ وقال ابن القيم في أعلام الموقعين ماذا قال؟ قال الحمار أذكى الحيوانات، إذا ما تركته بعيدا عن مكانه الأصلي وتاهب تهت به أينما تهت، وتركته لوحده يعود إلى بيته الأصلي. وأنت أيها المسلم الموحد، بيتك الأصلي ومكانك الأصلي الجنة، فإن لم تعد فالحمار أفضل منك. هكذا نحن. لماذا الفيل؟ لأن الفيل لما أمره أبرها أن يقتحم الكعبة فيهدها أبى. لما؟ لأن الفيل علم لما خلق فأبى أن يهدم الكعبة. فما لهذا خلق؟ بل خلق لغير هذا. فالفيل يعلم قيمة الملك ويعلم لا إله إلا الله، فهل الفيل أفضل منك؟ البقرة التي نطقت في صحيح البخاري لما ركبها الأعرابي قالت ما لهذا خلقنا، نحن خلقنا للحرث. البقرة تعلم لما خلقت، كل يعلم لما خلق. أنت لما خلق؟ خلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.